ورجعنا لكم مرة تانية والمباراة النهائية للموسم السادس عباقرة المدارس، مباراة جميلة جدا. وهفكركم بالنتيجة: الألمانية ديو 40 وفيكتوريا كوليدج اسكندرية 10. وحصل عندنا تغييرين في فيكتوريا كوليدج، سيف أحمد نزل مكان عبد الله أسامة، وعبد الرحمن أيوب نزل مكان محمد عشابي. ازيك يا سيف؟ الحمد لله. مباراة صعبة صح؟ كرسي الاحتياطي اهدى بكتير صح؟ شويه مسؤوليه. جاهز؟ باذن الله جاهز وهنعوض باذن الله. عبد الرحمن الان شويه طبعا. فكره اولانيه فرق 30 نقطه بس المباراه لسه في اولها، مش مشكله خالص. ابتدي ان شاء الله. يلا بينا. والديو حصل عندنا تغييرين: علي منير نزل مكان ابراهيم الشرباجي، وفريده صدقي نزلت مكان كاميليا سري. ازيك يا علي؟ الحمد لله. لازم نطمن معاك 30 نقطة زيادة صح؟ صح. توقعاتك ايه ماتش النهارده؟ لا اكيد هيبقى صعب طبعا، والفرق في الاخر مش هيبقى كبير يعني. اكيد، وانا كمان متوقع كده. فريدة، ازيك يا فريدة؟ الحمد لله. جاهزة؟ ان شاء الله. قلقانة؟ لا مش قلقانة. كرسي الاحتياطي احسن؟ اريح؟ هو الكرسي الاساسي مسؤولية اكبر بكتير. صح، كل باصص ومستني اجابتك. بالظبط. بالتوفيق يا فريدة. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أجزاء: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اثنين فريدة صدقي وعبد الكريم أشرف. سؤال في المعلومات العامة. تشجيع في الاستوديو. سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو: إلى أي دولة يعود أصل فن الباليه؟ الباليه ابتدى من دولة إيه؟ إجابتك يا فريدة؟ روسيا. فريدة، روسيا. إجابة خاطئة. إجابتك إيطاليا يا عبد الكريم. إجابة صحيحة. إيطاليا الإجابة صحيحة. وبكده فيكتوريا كوليدج 20 وديو 40. هون وهوندا. وسؤال في الرياضة. رياضة، والسؤال هو: ما هي جنسية السباح تشاد لوكلو الذي أحرز ذهبية 200 متر فراشة في أولمبياد لندن 2012؟ ما هي جنسية السباح؟ مهند. صيني. إجابة خاطئة. أون. جنوب أفريقي. إجابة صحيحة. صحيح، برافو عليك يا عون. الديو 50، فيكتوريا كوليدج 20. روح رياضية عبد الرحمن وعلي. علي منير وعبد الرحمن أيوب. ازيك عبد الرحمن؟ الحمد لله تمام. مباراة مولعة. السؤال اللي جاي في التكنولوجيا، محتاجين هدوء في الاستوديو. تكنولوجيا، والسؤال هو: ما هي وحدة قياس سرعة المعالج في الكمبيوتر، البروسيسور؟ إجابتك يا علي. جيجا هيرتز يا علي. إجابة صحيحة. جيجا هيرتز الإجابة صحيحة، برافو عليك يا علي. الديو 60، بكل أقلت 20. الجمهور مولع الاستوديو، التشجيع خرافي النهارده. مباراة نهائي لازم يحصل كده. سيف، موقفك صعب. الديو بتحاول تخطف الماتش وتجري. ربنا سهل. لسه الفرق 40 نقطة. تمام. سؤال في القدرات الذهنية. جاهزة يا سلمى؟ جاهزة. قدرات ذهنية، والسؤال هو: كتاب
به 620 صفحة، ينتمي إلى موسوعة مكونة من 6 أجزاء، فكم إجمالي عدد صفحات الموسوعة؟ إجابتك 3820. 3820 إجابة خاطئة. إيه؟ سلمى إجابتك؟ 3720. إجابة صحيحة. 3720 هي إجابة صحيحة. برافو عليك يا سلمى. بكده الدي 70 فيكتوريا كوليدج 20. دلوقتي عندنا أربع أسئلة ليكم أنتوا الثمانية، وأول سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو: ما هي أطول آية في القرآن الكريم؟ آية الدين. آية الدين سورة البقرة 282. عبد الكريم إجابة صحيحة. آية الدين هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك عبد الكريم. وكده فيكتوريا كوليدج 30 الديو 70. ودلوقتي عندنا السؤال الثاني في الرياضة، والسؤال هو: من هو اللاعب المصري الأمريكي الذي يلعب حالياً في فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر لكرة السلة؟ ده تاني بطل مصري في الNBA. أول واحد علاء عبد النبي، التاني مين؟ بيلعب دلوقتي في أوكلاهوما سيتي ثاندر. سيف بيجبر مهند يخترع اسم. إجابتك يا مهند؟ أحمد حسين. أحمد حسين. مهند إجابة مضحكة. ديو، ما هنخترع اسم احنا كمان. انت كمان هتخترع اسم. اخترع يا عون. كريم حافظ. كريم حافظ ده صاحبك ده ولا ايه؟ لا معرفش. انتوا عندكم حد في المدرسه بيلعب باسكت بول؟ ناس كتير. ناس كتيره كمان. عندنا سلمى اسماعيل في المنتخب. سلمى اسماعيل. سلمى اسماعيل ازيك؟ منتخب مصر. ما شاء الله. بتلعبي بقالك قد ايه في منتخب مصر؟ سنتين. ونادي ايه؟ نادي الجزيره. نادي الجزيره وباسكت بول منتخب مصر. نحيي كلنا سلمى اسماعيل. طب يا سلمى، سلمى عون قال كريم حافظ، طبعا عون بيهزر، مفروض ان انت تبقي عارفه مين؟ عبد النادر. مبدئيا محمد عون، كريم حافظ اجابه مضحكه. الاجابه الصحيحه البطل المصري عبد الرحمن نادر. نحيي كلنا عبد الرحمن نادر بطل مصري. دلوقتي عندنا السؤال الثالث في التكنولوجيا، والسؤال هو: الشعار هو تطبيق يستخدم لنشر مقاطع فيديو صغيرة، فما اسمه؟ عون إجابتك؟ فاين. فاين باشنات. إجابة صحيحة. فاين هي الإجابة صحيحة. برافو عليك يا عون. وبكده الديو 80 فيكتوريا كوليدج 30. السؤال الأخير في الفقرة قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 10,000 زائد 10 في 20 في 300 يساوي كام؟ سيف أتمنى إجابتك تبقى صح. 70,000. 70,000 إجابة صحيحة. برافو عليك يا سيف. 70,000 هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط مهمين جدا لفيكتوريا في المباراة النهائية. وبكده النتيجة 40 فيكتوريا كوليدج، الألمانية ديو 80. كل النقط دي هتتحول إلى مبالغ نقدية في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. كلنا نحيي ونشكر البنك الأهلي المصري. فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة الفنون والمباراة النهائية للموسم السادس من برنامج العباقرة. وبكده
طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة المعرفة، وكل نقطة بـ40 ألف جنيه بما يساوي 2,800,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 4,800,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.